غير ما فيش كابوريا، بقول لكم الكلام دوت واسالوا وارفعوا سماعه التليفون. الاثنين ونص كابوريا ب 300. ايوه كابوريا مليانه لحم بالواحده 2.5 ب 300. خش على اللحم كده، الله اكبر. كنا بنبيع امبارح ب 220، واول امبارح كنا بنبيع ثلاث اطباق ب 250. النهارده العرض عندي الثلاث اطباق ب 200، يعني الطبق معاك ب 65. يا بيه الحق يا بيه الحق يا بيه. ست الكل صباح الفل، تعالى يا يوسف. بص يا جماعه على الجندوفلي حي كله كده، الله اكبر. جندوفلي حي شبكه كيلو اللي بتكسر الميزان ديت، ثلاث شبكات، شبكه ب 80، ثلاث شبكات ب 200، ثلاث شبكات 3 كيلو ب 200. خش على الحلو ده، الله اكبر. شبك بص، طبق كيلو سفود، ده طبق كيلو، ده اللي احنا مميزين فيه الحمد لله. احنا مميزين في كل حاجه بس مميزين فيه. الطبقين يا جماعه ب 250، والطبق ب 150. خد واحد واعمل واجب واحد، ولا اقول لك خد واحد وخزن واحد، ده احسن من الفلوس. خش على قشر بياض المجفف، حاجه تبارك الله كده، ده في الشوي وفي القلي، الله اكبر، حاجه تبارك الله. ال 2 كيلو ب 420، والكيلو ب 240. فين فيليه البولتي يا ابني؟ خش على فيليه البولتي. فيليه البولتي يا جماعه تبارك الله كده، فيليه البولتي ب 220، والاثنين ب 400، على عرضنا برضو. عاش في الكلام ده خالص والله، غير عندنا بس وانتوا عارفين، عشان بحبكم اقسم بالله. كل سنه وانتم طيبين، احسن ناس في الدنيا، وصباحكم عسل وكله رزق ان شاء الله. سلام عليكم.